ماجد بن عبد المحسن حكير، ابن لأحد مؤسسين قطاع الترفيه والسياحة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. الترفيه ما كان معروف عند الناس، يعني لما تجي ملاهي في أحد القرى في الجنوب أو في الشمال أو في أي منطقة مناطق كان شيء عجيب. الآن المملكة تعيش بطفرة اقتصادية كبيرة في مجالين، مجال جودة، يعني اللي هي برامج جودة الحياة بشكل عام. جودة الحياة من ضمنها برامج الترفيه والرياضة والسياحة طبعا هذا سوق كبير من كافة النواحي، سواء للمستثمرين المبتدئين أو للي بيتخصصون ويشتغلون فيه أو للموردين لهذه الصناعة والنشاطات. كثير من الشباب والشابات أصبح عندهم الوعي، أصبح عندهم الإدراك، ما ينقصهم هو الخبرة وعدم الاستعجال. أنصح المبتدئين أن يستفيدوا من بيوت الخبرة اللي أكيد عانت وتحدت وعانت الصعاب على ما وصلت إليه.